السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بقولكم في هالحلقة عن بعض المفاهيم الخاطئة للأغذية، فعشان شي رحت تسوقت عشان توصلكم الفكرة بطريقة سهلة وميسرة. عندنا هني خبز نوعين، نوع الأبيض والنوع الأسمر. عندي العيش الأبيض والأسمر، المكرونة البيضة والسمرة، عندي السكر الأبيض والأسمر والشوكولات بأنواعه، بعض الزيوت وبعض أنواع الحليب. خلونا نتعرف أكثر على شو هي المفاهيم الخاطئة لكل نوع من هالأنواع اللي رويتكم إياها، ومن وين جت هذه المفاهيم. أول مفهوم غذائي خاطئ هو أن السكر الأسمر أفضل من السكر الأبيض، وهذا المفهوم خاطئ 100%. السكر الأسمر اكتسب لونه الأسمر من كمية الدبس اللي موجودة فيه. كمية الدبس هاي تعطي للسكر بعض الحديد والمغنيسيوم، ولكن بكميات ضئيلة. صح أن هذه المعادن لها فائدة على الجسم، ولكن وجودها في السكر البني يكاد يكون ضئيل جدا لدرجة لا يشكل أي فائدة على جسمنا وعلى وظائفه. وفي النهاية نحن نتكلم عن السكر سواء أبيض أو بني، فهو سكر، يعني يجيب معه بعض الأمراض ومخاطرها، مثل مخاطر أمراض القلب، مخاطر السمنة وتسوس الأسنان. فعشان شي نصيحتي لكم أبدا لا تقولون أنا بحط سكر لأن أسمر، فالأسمر مفيد، الاثنين خطرهم واحد، فالتقليل واجب. المفهوم الثاني الخاطئ هو أن الغذاء الصحي هو الغذاء منخفض الدهون، بمعنى أن أغلبية الأشخاص يحاولون يشترون مثلا لبنة قليلة الدسم أو حليب قليل الدسم أو روب قليل الدسم أو أي نوع من أنواع منتجات الحليب. عندي هني نوعين من الحليب، حليب كامل الدسم وحليب قليل الدسم. من الضروري جدا أني أقرأ البطاقة الغذائية اللي موجودة على العلبة، علبة المنتج. ليش؟ لأن عادة الأطعمة منخفضة في الدهون ما تكون تحتوي على كميات عالية من السكر أو الملح أو المواد الحافظة، فبالتالي مش كل غذاء قليل الدسم صحي. المفهوم التالي أن زيت الزيتون أفضل من أي زيت نباتي مثل زيت النخيل. هذا المفهوم صحيح، ولكن لازم نكون حذرين لأن زيت الزيتون يعتبر من الدهون أيضا، فواحد جرام من زيت الزيتون يعطيني 9 سعرات حرارية. زيت الزيتون من الزيوت المهمة لأنه زيت غير مشبع أو زيت أحادي. ثاني شيء أنه يحتوي على البوليفينولز، خاصة إذا كان زيت ذو العصرة الأولى، والبوليفينولز تقينا من أمراض القلب لأنها ترتبط بالجذور الحرة اللي تسبب تلف للخلايا في الجسم. فعشان شيء مهم أن نستخدم زيت الزيتون، ولكن الأكثر أهمية أن نراعي في الكمية اللي نحن نستخدمها. المفهوم الآخر أن العيش البني أفضل من العيش الأبيض، وهذه المعلومة صحيحة 100%. ليش؟ لأن العيش البني يحتوي على كمية عالية من الألياف، أما الأبيض فهو عادة ما يكون منزوع منه النخالة. فالعيش البني قيمته الغذائية تكون عالية، خاصة أنه يحتوي على كمية عالية من الألياف. 1 كوب من العيش البني يحتوي على 3.5 جرام من الألياف، بينما العيش الأبيض عادة يكون منزوع النخالة، وكوب واحد من العيش الأبيض يحتوي على 6.1 جرام من الألياف. فيفضل أن نتناول العيش الأسمر بدل من العيش الأبيض. أيضا معلومة ثانية من ناحية القيمة الغذائية للعيشين، العيش البني يحتوي على كمية عالية من المغنيسيوم قد تصل إلى 36 جرام للكوب الواحد، أما العيش الأبيض فيحتوي على 24 جرام من المغنيسيوم. مع العلم أن الدراسات العلمية أثبتت أن العيش البني
قد يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 36%. فعشان شي أحب أني أنصحكم أن تستبدلون العيش الأبيض بالعيش البني من اليوم ومش من باكر. المفهوم الآخر أن الشوكولات الداكنة أفضل في القيمة الغذائية من الشوكولات المصنوعة بالحليب أو الشوكولات البيضة. السبب في أن الشوكولات الداكنة خذت قيمتها الغذائية أو انشهرت بقيمتها الغذائية هو يرجع للفلافينويدات اللي موجودة فيها. فكل ما زادت كمية الكاكاو كل ما زادت كمية الفلافينويدز. يعني إذا أنتوا رحتوا الجمعية بتحصلون أن في شوكولات 70% 75% 80% وقد تصل إلى 100%. المفروض تختارون الشوكولات اللي تحتوي على كمية كاكاو عالية، يعني من 75% وطالع. ليش؟ لأن الفلافينويدات تحارب الجذور الحرة اللي ممكن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، بتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الفلافينويدات أنها تقلل من الكوليسترول السيء في القلب. ولكن التوصيات الغذائية تقول أن استهلاك الشوكولات عالي دائما في السعرات الحرارية، فنوصي باستهلاك من 1 إلى 2 أونس من الشوكولات الداكنة أو بما يعادل من 26 إلى 56 جرام. بمعنى آخر، إذا أنا جبت هاي الشوكولات الداكنة فالمفروض قطعة واحدة مرة إلى مرتين في الأسبوع فقط، فانتبهوا لأن سعراتها الحرارية جدا عالية. الحين بنتكلم عن المفهوم الآخر واللي هو يخص هني الخبز الأبيض والخبز الأسمر. عادة ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الخبز الأسمر أفضل بكثير من الخبز الأبيض. ليش هالشيء؟ لأن قيمته الغذائية تختلف. فالخبز الأسمر يحتوي على كميات عالية من الألياف، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين B6 وفيتامين E وحامض الفوليك وبعض المعادن. من الأمثلة عليها المغنيسيوم، الزنك، النحاس والمنغنيز، فقيمتها الغذائية تكون أعلى. أما بالنسبة للخبز الأبيض فيكون عادة مصنوع من الحليب، فيكتسب قيمة من الكالسيوم. أما الحين الشركات المصنعة صارت تضيف الكالسيوم للخبز الأسمر، أما بالنسبة للخبز الأبيض صاروا يضيفوا له فيتامينات ومعادن بس ما يضيفوا له ألياف. فحبيت أقولكم أن الخبزة المتوسطة من الخبز الأسمر تحتوي على 2 جرام من الألياف، بينما ما تعادلها من الخبز الأبيض تحتوي على 0.5 جرام من الألياف. فأنصحكم دائماً عشان تزيدون معدل استهلاككم من الألياف أن تلجؤون للخبز الأسمر بدل الخبز الأبيض. بس نصيحة، لازم تعرفون أن كمية السعرات الحرارية في الخبز الأسمر هي نفسها كمية السعرات الحرارية في الخبز الأبيض، لأن 1 جرام من النشويات يعطينا 4 سعرات حرارية، فانتبهوا لهالشغلة. أما بالنسبة للمكرونة، أنا اشتريت 2 نوعين، الأبيض والأسمر. فالمفهوم شو يقول؟ أن السمرة قيمتها الغذائية أعلى من البيضة، وهالكلام صحيح، وخاصة بالنسبة للقيمة الغذائية وليس السعرات الحرارية. نفس ما قلت لكم أن السعرة الحرارية 1 جرام من النشويات يعطينا 4 سعرات حرارية، فالقيمة الغذائية للمكرونة السمرة تأتي لاحتوائها على كمية عالية من الألياف. فثلثين الكوب من المكرونة السمرة يحتوي على 4 جرامات من الألياف، بينما نفس الحصة من المكرونة البيضة تحتوي على 0.5 جرام من الألياف. فبالتالي يفضل أن نحن نستخدم المكرونة السمرة بدل عن المكرونة البيضة، لأن السعرات الحرارية واحدة ولكن القيمة الغذائية أعلى بالنسبة للمكرونة السمرة عن المكرونة البيضة. في الآونة الأخيرة طلعت عنا موضة الماي المنكه، فصاروا الأشخاص بدل اللي يشربون ماي عادي بدون أي نكهة صاروا يأخذون الماي المنكه، وموجود بكثرة في السوبر ماركت لاعتقادهم أن القيمة الغذائية الماء المنكه أعلى من القيمة الغذائية الماء العادي. هم ما يعرفون أن عادة الماء المنكه يحتوي على سكريات بمعدل 4%، ونفس ما قلت سابقاً أن السكر المضاف للماء المنكه يسبب خطر الإصابة بأمراض القلب، البدانة، والسكري أيضاً وتسوس الأسنان. فعشان شي يفضل أن نشرب الماء العادي بدلاً من الماء المنكه. بما أن وصلنا لنهاية حلقتنا واللي كانت تركز على المعتقدات الخاصة بالأغذية، سواء معتقدات خاطئة
خاطئة أو معتقدات صحية، فياريت لو تركزون على اختيار الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، وخاصة في شهر الخير شهر رمضان المبارك. وحين يدور أني أقولكم مع السلامة في وداعة الرحمن.